الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخرج الشيطان في الصحيحين عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكانوا آنذاك راجعين من غزوة بني المصطلق. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذاك الجيش، وهما موضعان بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة، قالت: انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني لم يكونوا حاملين لماء في قربهم، ولم يكونوا على موضع به ماء. قالت: فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا: أما رأيت ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت أم المؤمنين: فجاء أبو بكر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على فخذه. قالت: فجعل أبو بكر يلومني وقال: ما شاء الله أن يقول. قالت: وجعل يطعنني على خاصرتي، والخاصرة هي جانب البطن، جعل يطعن بيده على خاصرتي، يعني يؤنب ويلوم على ما فعلت. قالت: ولا يمنعني من التحرك، أي من الألم، إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان نائما على حجرها رضي الله عنها. قالت: حتى إذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء، فنزلت آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالت: فقال أسيد ابن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت أم المؤمنين: فلما بعثنا البعير الذي كنت عليه وجدنا العقد تحته. هذا الأثر أيها المسلمون الكرام فيه فوائد عظيمة جدا، ذكر منها القرطبي رحمه الله تعالى
32 فائدة في الفقه، وذكر غيره كما تكلم عنه شيخ الإسلام وابن حجر كذلك في فتح الباري وغيره من أهل العلم. ومن الفوائد في هذا الأثر ما ذكر العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن القائد يتفقد أحوال الرعية ويهتم بتفاصيل الواحد منهم، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد بالجيش، وقف الجيش كله واهتم بعدد لعائشة رضي الله عنها، والعدد كانت قد استعارته من أختها أسماء بنت أبي بكر، استعارته منها، وكان ثمن العقد 12 درهما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهمها، وأحيانا النساء تكون لهن اهتمامات في نظر كثير من الرجال ساذجة. قد يرى الرجل أن ليس فيها قيمة، ولكن لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذا وأقام معها، وليسوا على ماء، موضع موية ما فيه، صحراء. لو شفت بين مكة والمدينة حجارة سوداء وأرض صعبة جدا، فأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام الناس معه في التماس عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت صغيرة في سنها، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامها وأقام معها بدون ماء. ولهذا قد يحتاج الواحد منا أحيانا إلى الاهتمام في بيته بمسائل بسيطة جدا، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا المقام يدل على مسألة عقدية مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الرفقة الكريمة من الصحابة الفضلاء ناموا جميعا وبحثوا جميعا ليلة كاملة في عقد ضايع، عقد ضايع، والعقد تحت البعير الذي تركبه عائشة رضي الله عنها. ما لقوا رسول الله خير البشرية يبحث عن العقد، ما لقى. الصحابة خير الناس بعد الأنبياء وخير أولياء في هذه الأمة، بيبحثوا عن عقد ما لقوا. فمن باب أولى إنه أي حد تاني ما يعلم أين مكان الضالة ومكان الأشياء المفقودة، من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف مكان المفقود وموضع الضالة وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة عقدية مهمة جدا، أن ما غاب عن حس الإنسان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. واليوم من الجهلة والناس اللي خدعوهم دعاة الضلالة وأئمة السوء من الدجالين والمشعوذين، الزول إذا ضاع منه ذهب ولا مال ولا سرق منه حاجة، طوال يمشي للدجال يقول لك حويط لي ويجيب الرائحة، وديلك يعجبوك في القضب، نحن اللي بنجيب الرائحة ونحن بس تعلينا ونوصف لك أي حاجة، وأول ما تدخل عليه يقول لك أنت فلان وأنت فلانة والرائحة لك كده، صح؟ أنت لما تتخلع ذاتك
ها؟ وتخش فيك عقيده انه الرجل ده بيعلم الغيب. يقول لك الذهب بتاعك في الحته الفلانيه، ادفع كده البياض، تدفع البياض. ها؟ عشان يمشي يجيب لك الذهب الرايح، ولا القروش الضايعه، ولا الحرامي الشرد. شوف زي ده اما ان يكون كذابا، ده خيار اول. والخيار الثاني اما ان يكون ساحرا يتعامل مع الشياطين، لان الشياطين عندها استخبارات بتدور في البلد كلها، وعارفين الذهب السرقه وين والحرامي قاعد وين. فلو كان كذاب ما عنده قيمة، ولو كان ساحر فهو أسوأ من ذلك. وإنت لو مشيت له وصدقت فيما يقول فقد كفرت بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان بيعرف الضالة كان عرفها هو، والعجل تحت البعير الذي كانت تركبه عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث والصحابة يبحثوا إلى أن برق الفجر. فهذه مسألة عقدية مهمة ينبغي التنبه لها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لما نزلت الآية اللي فيها التخفيف على الأمة وفيها رفع الحرج، إن الإنسان إذا كان في سفر ولم يجد ماء، أو إذا لامس أهله يعني الجماع ولم يجد ماء يغتسل، أو كان له عذر يمنعه من الغسل كمرض أو خوف المرض أو نحو ذلك من الأعذار الموجودة في باب التيمم، فنزل التخفيف ورفع الحرج عن هذه الأمة فتيمموا صعيدا طيبا. قال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم؟ معناها أي ما وقع على أم المؤمنين عائشة من الابتلاء والامتحان الذي صبرت عليه، فنزل بسبب ذلك الخير على الأمة، كما جاء في آيات الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فنزل الخير على الأمة بسبب عائشة رضي الله عنها. وكذلك هنا نزلت آية التيمم أو آية التيمم بركة وخير للأمة بسبب أم المؤمنين عائشة، فهي مباركة وأبوها مبارك. وإن الله تعالى ليجعل البركة في أشخاص وفي أشياء كثيرة جدا. وهنا يا إخواننا لا بد من التنبيه في مسألة البركة، إن البركة الشرعية الصحيحة هي نوعان. النوع الأول من البركة، البركة التي ثبتت بالنص كبركة القرآن. القرآن كله بركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. بركة لو قرأت القرآن، وبركة لو استمعت إلى القرآن واتبعت القرآن وتعلمت القرآن، كله بركة. فنحن نثبت من البركة ما أثبته الشرع، كما زمزم فيها بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الشباعة، لو شربت منها أنت تروى وتشبع. قال هي شفاء سقم وطعام طعم، وقال زمزم لما شربت له. لو عندك أي سهام ميك من أمور الدنيا والآخرة أشرب زمزم بنية العلاج، بنية الشفاء، بنية النجاح، بنية الرزق، أشرب زمزم بركة. النوع الثاني من أنواع البركة، البركة الحسية، دي ما ثابتة بالشرع، لكن دي معناها أن يكون في الشخص خير كعلم، تمشي لزول تتعلم منه يفيدك، حكمة، زول عنده نصيحة بينصحك تقول فلان فيه بركة، أي فيه خير. زول عنده مال بديك تقول فلان فيه بركة، لأنه يعطي الفقراء من المال، ده يا إخواننا الثابت من البركة. أما البركة المتوهمة
اللي بيظنوها الناس في الرجال الصالحين انهم بيهبوا البركه، يزيد لك رزقك، يطول عمرك، يكف منك العوارض غيرها، دي بركه متوهمه وباطل وضلاله، ولا تجوز ان تنسب الى البشر، وهذه من الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو الذي يهب البركه وهو الذي يمنحها. ولكن قد تكون في بعض الناس يعني خيرات فننسبها من باب الشيء المحسوس، نقول كتب شيخ الاسلام فيها بركه، وكتب ابن حجر فيها بركه، وهكذا. وايضا يا اخواننا من الفوائد الجليله في هذا الحديث ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا مطيعين للنبي عليه الصلاه والسلام، اقام بهم بمكان ما فيه ماء، مويه ما فيه، فاقاموا معهم، ما جادلوا ولا ناقشوا ولا اعترضوا على النبي عليه الصلاه والسلام. والفوائد كثيره لا يتسع لها المجال، نكتفي بهذا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.